الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 48 في مجال الإحصاء الاستدلالي Inferential Statistics، تحت عنوان فرعي هو توزيع ذو الحدين أو ما يسمى Binomial Distribution، وهو من التوزيعات الاحتمالية المتقطعة Discrete Probability Distribution. أرجو أن يكون فيه الفائدة القصوى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية في كافة أرجاء الوطن العربي الحبيب وأرجاء العالم. وعلى بركة الله نبدأ. توزيع ذو الحدين Binomial Distribution. قدمنا في مقطع سابق مفهوم تجربة برنولي برنولي ترايل، وطريقة تطبيق قانون برنولي أو برنولي لو، والقيمة المتوقعة expected value، وتباين variance للمتغير العشوائي random variable طبعا، وتباين المتغير العشوائي الناتج من هذه التجربة اللي هو the random variable that is resulted from this experiment أو برنولي trial. سنقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع المبادئ الأساسية لتوزيع ذي الحدين binomial distribution باعتباره من أهم قوانين الاحتمال والأكثر توظيفا في أساسيات هذه القوانين. تعريفات: عرفنا تجربة برنولي أو ما يسمى برنولي ترايل بأنها تجربة إحصائية يتكون فضاء العينة أو سامبل سبيس، فضاء العينة فيها ما يسمى بالسامبل سبيس، أي نتائجها الممكنة من عنصرين فقط، عنصرين فقط هما النجاح أو الفشل success or failure. وقلنا بأن نتيجتين النجاح والفشل success or failure مستقلتان أو ما يسمى independent events عن بعضهما بعضا، أي أن وقوع حدث النجاح لا يؤثر على وقوع أو عدم وقوع حدث الفشل. من الأمثلة على تجربة برنولي، وهي كثيرة الاستعمال والاستخدام في الاحتمال، تجربة رمي قطعة النقد، رميناها يعني فن نسميها أو يعني tossing the coin، التي يتكون فضاء العينة sample space فيها من احتمالين فقط، إما صورة اللي هو ظهور الصورة عندما نرمي القطعة tossing the coin، يعني يمكن أن يظهر تظهر صورة أو ما يظهر الوجه الهيد، أو تظهر الكتاب التيل، أو ما يسمى القيمة واحد للنجاح أو صفر للفشل. الآن يمكن تعميم مثال رمي قطعة النقد على عدد كبير من الظواهر المشابهة. من أجل فهم ذلك دعنا نرمز لاحتمال النجاح، وهنا طبعا احتمال النجاح هو الذي يحدده الباحث أو مصمم التجربة الإحصائية، فهي النتيجة أو النجاح هو النتيجة المراد ظهورها. دعنا نرمز لاحتمال النجاح بالرمز P باللون الأخضر، وللفشل Q باللون الأحمر. وبالتالي فإن P زائد Q احتمال النجاح مضاف إليه احتمال الفشل يجب أن يساوي 100%، واحد صحيح 100%، يعني لا يمكن هناك أن يكون احتمال لا نجاح ولا فشل، إما نجاح أو فشل، فمجموع احتمال الحدثين يساوي واحد صحيح أو 100%، ما يعني بأن واحد صحيح 100% المطروح منها احتمال النجاح يساوي احتمال الإخفاق أو ما يسمى احتمال الفشل. تتميز هذه التجربة بخاصيتين أساسيتين. الأولى، مهما كان عدد التجارب، تجارب ماذا؟ رمي قطعة النقد على سبيل المثال التي تجرى، فإن احتمال حدث النجاح أو حدث الفشل يبقى ثابتا. P and Q، P وQ احتمال النجاح واحتمال الإخفاق أو الفشل، تبقى ثابتة هذه الاحتمالات. الخاصية الثانية، أن الأحداث المتتالية مستقلة عن بعضها البعض كما ذكر قبل قليل، أي أن وقوع أحدها لا يؤثر بوقوع أو عدم وقوع الحدث الآخر. هذه خاصية مهم جدا جدا نسميها احنا Independence Property أو ما يسمى بخاصية الاستقلال، استقلال الأحداث عن بعضها البعض. مثال توضيحي: بناء على ما تقدم يمكن صياغة القانون، قانون طبعا برنولي، الذي يتحكم بنتائج هذه التجارب على النحو التالي أو الآتي: P احتمال X أن تأخذ القيمة T تساوي احتمال النجاح للقوة T، احتمال النجاح للقوة T مرفوع للقوة T أو للإس T، مضروب في Q الاحتمال احتمال الفشل مرفوع للإس 1 ناقص T، 1 ناقص T،
هذا احتمال أن تكون قيمة X مساوية لـ T، وهنا احتمال النجاح وهنا احتمال الفشل، حيث T تساوي إما 0 أو 1، إما فشل أو نجاح فقط. فاحتمال النجاح حيث T تساوي 1 هو P، إنها تساوي يعني احتمال T تساوي 1 يساوي P للقوة 1 في Q للقوة 1 ناقص 1 ويساوي P. واحتمال الفشل حيث T تساوي 0 هو P، إنها T probability احتمال T تساوي 0 تساوي P للقوة 0 مضروب في Q للقوة 1 ناقص 0 وتساوي Q. وهذا القانون متقطع، مهم جدا أن نفرق بين ما يسمى بالتوزيعات المتقطعة discrete distribution مقارنة مع التوزيعات المتصلة continuous distribution. وهذا القانون أعيد وأكرر بأنه من أبسط قوانين الاحتمال المعروفة، المتغير العشوائي فيه هنا الذي نتعامل معه هو النجاح، ظهور صورة الوجه مثلا أو عدد النجاحات المتحقق في التجارب واحتمال وقوعها أي عدد الوجوه واحتمالاتها. نكمل مثال قانون برنولي للتجربة، رميت قطعة نقد مرة واحدة، ما هو احتمال ظهور وجه أو الصورة يعني الوجه؟ الاحتمال طبعا P إنها T تساوي 1، احتمال T تساوي 1 تساوي نصف للقوة 1 مضروب في 1 ناقص نصف للقوة 1 ناقص 1 بالحالة هذه 0، أي أنها تصبح 1 صحيح، وبالتالي الإجابة تساوي نصف أي 50%. هذا احتمال أن تكون قيمة X مساوية لـ T تساوي 1، هذا احتمال النجاح وهذا احتمال الفشل، وهنا النتيجة النهائية 50%. ملاحظة، يرجى مراجعة المقطع المخصص لتجربة برنولي للتعرف على كيفية احتساب القيمة المتوقعة expected value والتباين variance المتغير العشوائي X الناتج عن التجربة. إن شاء الله طبعا سأقدم طبعا القيمة المتوقعة والفارينس لعدة تجارب هنا دفعتها تحت عنوان ما يسمى بالباينومال ديستريبيوشن، فدعنا نكمل هذا إن شاء الله. الآن ندخل بقانون ذو الحدين باينومال ديستريبيوشن أو باينومال لوب. يتضح طبعا من تعريف تجربة برنولي أن المتغير العشوائي X تساوي إما 1 نجاح أو 0 إخفاق فشل، هذا المتغير ينشأ من محاولة واحدة لهذه التجربة ينتج عنها نجاح أو فشل، وإذا أعيدت التجربة لأن مرة فإن المتغير العشوائي الناتج عن هاي أن مرة عن مجموع هذه التجارب المستقلة يخضع لقانون يسمى ذو الحدين binomial law، وهو معرف كما يأتي. هذا قانون ذو الحدين، احتمال تي تأخذ قيمة معينة يساوي هاي نسميها احنا التوافيق combination لأن من الكميات مأخوذة تي لكل مرة مضروب في احتمال بي لقوة تي احتمال النجاح للقوة تي أو للإس تي مضروب في احتمال الفشل كيو للقوة أو للإس أن ناقص تي، حيث تي تساوي 0 1 2 3 إلى أن ننتهي من أن بالحالة هاي. هنا احتمال أن يظهر تي اللي هو نجاح، تي النجاح معنى تي عدد هنا 1 أو 2 أو 0 أو 10 مهما كان نجاح، يساوي الآن توافيق الكمية أن مأخوذة تي لكل مرة مضروب الآن باحتمال النجاح بي للإس تي طبعا مضروب باحتمال الفشل للإس أو للقوة أن ناقص تي، وتي عدد النجاحات هنا 0 أو 1 أو 2. طبعا سنوضح هذا بمثال إن شاء الله واضح جدا جدا حتى يستفيد المتابع أو الطالب، لابد من مراجعة طرق العد أو ما يسمى counting techniques من أجل التمكن من قواعد التباديل والتوافيق combination أو permutation. إن شاء الله سأخصص لها مقطع لاحق بإذن الله بعد فترة بإذن الله. مثال، رميت قطعة نقد 5 مرات، إذن أن تساوي 5 في هذه الحالة. فالسؤال، فما احتمال ظهور 3 أوجه أي T تساوي 3؟ الآن إذا افترضنا بأن احتمال النجاح ظهور وجه هو نصف، يعني في كل مرة 50% يكون صورة اللي هي الوجه أو 50% كتابة، فإن احتمال الفشل وظهور الكتاب يساوي 1 100% طبعا
ناقص نصف اللي هو 50% يساوي نصف اللي هو 50%. إذن فإن حساب الاحتمال باستخدام قانون ذي الحدين يكون على النحو الآتي. الآن احتمال أن تي بالحالة هاي تأخذ العدد اللي إحنا افترضناه طبعا في هذه الحالة ثلاثة، تساوي توافيق أن مأخوذة تي مرة لكل مرة طبعا، مضروب في احتمال النجاح للإس تي، مضروب في احتمال الإخفاق للقوة أن ناقص تي، وحيث تي تساوي 0 1 2 3 وهكذا حتى النهاية. في هذه الحالة اللي هو احتمال أن يظهر أو تظهر ثلاثة وجوه، يظهر ثلاثة وجوه من خمس مرات رمية قطع النار، يعني عندما عملنا توسك ذا كوين 5 تايمز أو ما يسمى رمي قطعة النار خمس مرات، فبتكون الإجابة الاحتمال تي تساوي ثلاثة تساوي الكومبينيشن لخمسة مأخوذة ثلاثة مرات، يعني هنا يعني أخذناها مرة واحدة ثلاث مرات، ومضروب في نصف للقوة ثلث للقوة عفوا ثلاثة، مضروب في نصف للقوة خمسة ناقص ثلاثة، وتساوي مضروب الخمسة اللي هو 5 فاكتوريال مقسم على اثنين أو ثلاثة مضروب الثلاثة مضروب في مضروب اثنين. هاي طبعا القانون لابد من مراجعة ما يسمى بطرق العد أو كاونت التكنيك كما ذكرت، والتي سأفرد لها إن شاء الله مقطع لاحق. هذه الكمية الآن اللي هي طبعا هاي 5 في 4 في 3 في 2 في 1، هاي بتكون قيمة 3 ضرب 2 ضرب 1، هاي ما بتكون 2 ضرب 1 وهكذا. هذه الكمية مضروبة في نصف القوة 5 بتكون إجابة النهاية 10 على 32، وبتساوي بالحالة هاي 31.25%. نكمل المثال على يعني احتمالات أخرى. إذن احتمال أن يظهر ثلاثة وجوه إذا رمينا قطعة النقد خمس مرات، هذه هي الإجابة النهائية على هذا السؤال. الآن تتمت المثال، ما احتمال ظهور وجهين أو أقل؟ لاحظوا وجهين أو أقل معناته الصفر أقل من وجهين، الواحد أقل من وجهين، والاثنين تساوي أو أقل، يعني احتمال ظهور وجهين أو أقل. وبالتالي هنا صيغة السؤال أنه ما احتمال أنها تي تكون أقل من أو تساوي 2؟ فالإجابة تكون حاصل الجمع من تي صفر، حيث تي الآن أنه ظهر صفر وجه ثم وجه واحد ثم وجهين، فإذا من تي تساوي صفر إلى 2 لسمى بتباديل أو كومبينيشن، خمسة مأخوذة تي مرة لكل مرة، مضروب في احتمال النجاح نصف القوة تي، مضروب في احتمال الإخفاق أو الفشل اللي هو نصف مرفوع القوة N ناقص T. هذا احتمال أن يظهر اثنين أو أقل من النجاحات، هذا الآن مجموع احتمال أن يظهر اثنين أو أقل من النجاحات، مجموع هنا الاحتمال هنا المجموع، توافيق الكمية N مأخوذة T مرة، طبعا N اللي هي خمسة بالحالة هاي، هذا احتمال النجاح مرفوع القوة T، وهذا احتمال الفشل مرفوع القوة N ناقص T. نكمل الإجابة الآن، تتمت المثال. فتتمت المثال نعيد كتابة الصيغة التي ذكرناها قبل قليل، بتكون الإجابة كما يلي. الآن احتمال أن يظهر صفر وجه مضاف احتمال أن يظهر وجه واحد، واحتمال أن يظهر وجهان، يظهر وجهان، يظهر وجه واحد، ويظهر لا وجه ولا وجه يظهر اللي هو صفر، فبتكون إجابة مضروب الخمسة مقسم على مضروب الصفر، طبعا مضروب الصفر بالقوانين التباديل والتوافيق وطرق العد يساوي واحد صحيح، وبالتالي هو طبعا مضروب الصفر يساوي مضروب الواحد، فالصفر هنا ليس بالمعنى التقليدي، فبالحالة هاي تساوي مضروب الخمسة مقسم على مضروب الصفر مضروبة في مضروب الخمسة، الكل مضروب في احتمال النجاح للقوة صفر، مضروبة في احتمال الإخفاق، طبعا هون اللون أرجو أن لا يغش، المفروض يكون لون أحمر هنا وهنا لون أحمر وهنا لون أحمر، نسيت أن ألونها باللون الأحمر كما وردت هنا. فبنضيف لها الآن طبعا احتمال أن يظهر وجه واحد، هكذا الإجابة، واحتمال أن يظهر وجهان هنا، وبتكون الإجابة النهائية هذه القيمة اللي هي 50%. لاحظوا 50% هذا الاحتمال يكافئ الاحتمال، وهو شيء منطقي أن يكون عدد الوجوه ثلاثة أو أكثر، يعني ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لأننا افترضنا بأننا رمينا قطعة النقد خمس مرات،
فثلاثة احتمال الثلاثة واحتمال الأربعة واحتمال الخمسة، هنا 50% يجب أن تكون هنا 50%. ما يعني الآن بأن التوزيع البياني متقطع لرمي قطعة النقد 5 مرات، هنا احتمال أن يظهر 0 وجه، هنا احتمال أن يظهر وجه واحد، احتمال أن يظهر وجهان، احتمال أن يظهر 3 وجوه، احتمال أن يظهر 4 وجوه، وهنا احتمال أن يظهر 5 وجوه. وبالتالي هنا لاحظوا التماثل إلى اليمين وإلى اليسار بين الخطين اللي بمثل 2 و3، وجهان أو وجهين وثلاث أوجه. هنا مثال، الجدول التالي منسوخ من الكتاب الإحصائي السنوي الذي تنشره دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، مع بعض التعديلات التي أجريتها على الجدول، اللي هي طبعا ليست تعديلات مني، لكن أنا اشتقيت بعض الأرقام اللي هن أو القيم اللي هن احتمال النجاح احتمال الفشل، حيث طبعا للمواليد الذكور والإناث. إذن هنا الباحث، أنا بدأ أدعي أنه أنا الباحث في هذه الحالة، فأبحث عن احتمال وقوع حدث ولادة الذكور، وقد تم ذلك في الصفين الأخيرين من الجدول. هنا الجدول لاحظوني حسب المحافظة والمجموع. الآن هذه الأرقام الحقيقية الفعلية للمواليد الذكور، وهنا المواليد الإناث ومجموع الذكور والإناث. لاحظوا لي في نسيت السنة، لكن هذا الجدول موثق بكتب الإحصاءات العامة. الآن حسب التعريف النسبي، التعريف النسبي للاحتمال، لو قسمنا نسبة الذكور عدد الذكور على الكل، عدد الذكور هنا 40,645 مقسم على كل المواليد 79,139، فبكون نسبة الذكور إلى المجموع 51 تقريبا 52% أو 51% وكسور%. هنا بتكون 50%، هنا بتكون 51%، هنا 50%، وهكذا. لو الآن المجموع، كل المجموع حسب المحاورات كلها طبعا، قسمت على الكل، يعني مجموع الذكور الآن 94,177 قسمناه على مجموع الولادات 183,529، بكون عندي نسبة الذكور 51 تقريبا 51%. الآن السؤال، وكذلك الأمر فعلت الشيء نفسه بالنسبة للإناث، يعني استخرجت كيو باعتبار أنه يعني الاحتمال المعاكس. إذا افترضت أني أنا أبحث عن احتمال الذكور وهو احتمال النجاح تجربتي، فاحتمال الإخفاق كيو هو مخصص الإناث، وليس هناك مقصود فيها لا سمح الله أي عنصرية، لكن هكذا يعني بدأت المثال بالصدفة. فهذه احتماليات وقوع حدث ولادة الإناث، وبالتالي بيكون احتمال ولادة الأنثى يساوي 48.648، المهم تقريبا 48 أو 49%، متساوي إلى حد ما. لكن إذا الآن وجدت بأن P تساوي بالمتوسط 51.3%، ما يعني بأن Q تساوي 48.7% الإناث، أو P تساوي 43.2% للعاصمة عمان، و Q تساوي 56.8% لبقية المحافظات. إذن هذا اللي هو P وهذا Q. بناء على هذه القيم يمكن احتساب احتمال وقوع حدث المواليد الذكور أو الإناث، أو وقوع الحدث حسب المحافظات كما نريد. دعنا نكمل الآن استكمال المثال. أول، ما هو احتمال أن يكون عدد المواليد الذكور 0 من كل 10 ولادات؟ يعني هناك حدثت 10 ولادات، فما احتمال أن يكون عدد الذكور فيها 0؟ السؤال الثاني، ما هو احتمال أن يكون عدد المواليد الذكور 5 من كل 10، 50% منهم ذكور والباقي إناث؟ وأخيرا، ما هو احتمال أن يكون عدد المواليد في عمان 5؟ إذن من كل 10 طبعا حالات ولادة تحدث في الأردن خلال السنة. نطبق صيغة الاحتمال اللي هو الاحتمال probability، إنها T تأخذ قيمة معينة تساوي ما يسمى بالcombination of N، مأخوذة T مرة، مضروب باحتمال النجاح القوة T، مضروبة في احتمال الفشل القوة N ناقص T، حيث T تساوي 0 في هذه الحالة، هي 0 1 2، وهكذا. طبعا لنحصل على الحسابات الواردة في الجدول الآتي، هذا هو الجدول.
عندي الآن عدد ذكور صفر أو واحد، احتمال يعني أن يكون عدد ذكور صفر أو واحد أو اثنين أو هكذا، واحتمال أن يكون عدد الذكور 10 من 10، فالمو يعطي واحد صحيح. إذن احتمال حسب تطبيق هذه القاعدة بالكيفية التي حسبناها قبل قليل بكون احتمال الذكور أن يكون صفرا. لاحظوا لي إذن هاي بالمية، هاي بالألف، هاي بالعشرة آلاف، هاي إذن 8 بالـ100 ألف. من كل 100 ألف ولادة فقط 8 ولادات بكون عدد الذكور يساوي صفرا. لاحظوا لي قديش يعني الاحتمال ضئيل جدا جدا. واحتمال الذكور في عمان يساوي 3 بالـ1000، 3.5 بالـ1000. احتمال أن يكون عدد المواليد الذكور 1 من 10 يساوي 8 بالـ1000. احتمال أن يكون 2، لاحظوا لي كيف الاحتمال كلما زاد عدد الذكور زاد الاحتمال، حتى نصل إلى أنه 5 بكون تقريبا ربع الولادات وهكذا. فبما أنه 51% اعتقادي يعني حسب البي اللي حسبناها قبل قليل أنه هذا هو متوسط التوزيع إلى حد ما، وهكذا لبقية البيانات أو الاحتمالات أن يكون 6 ذكور، 7 ذكور، 8 ذكور، إلى أن انتهينا من 10 ذكور. فهنا احتمال لكل الأردن، هنا احتمال للعاصمة عمان. التمثيل بياني حتى نفهم الآن ما المقصود، كيف تتحكم المعلمتان P احتمال النجاح و Q بتوزيع الاحتمال probability distribution وشكله. هنا الآن هذا الاحتمال احتمال مواليد الذكور، لاحظوا أنه P احتمال النجاح يساوي تقريبا 51.3%، حيث عدد التجارب 10 سنوات مثلا، هاي 10 سنوات أو 10 حالات ولادة. وبالتالي لاحظوا لي كيف التوزيع متماثل، لأنه 51% تقريبا قريب من النصف، فليس هناك تماثل. من لاحظوا هذا مرتفع أكثر منها، لكن فيه تماثل تقريبا تقريبا، هنا تماثل 100%. لاحظوا هنا تقريبا متماثل، لكن هنا لأن P تساوي نصف اللي 50%، وعدد الحالات طبعا أن يساوي 10. هنا إذا بتلاحظوا لي أنه عدد التجارب بقي أن يساوي 10، لكن P انخفضت في إحدى التجارب إلى 1 بالـ10 اللي هي 10%، فالالتواء لاحظوا لي يعني بيكون هنا مرتفع، ارتفع قليلا ثم أخذ بالانخفاض التدريجي حتى وصل إلى هذه القيمة، وبالتالي بنسميه ملتوٍ إلى اليمين. هنا الآن الالتواء بالعكس، الاحتمال الأعظم هو 90%، عدد التجارب بقي أن يساوي 10، فالالتواء إلى اليسار. فهذه الآن الأشكال تبين بأن المعلمتين P و Q وطبعا عدد التجارب يتحكمان أو تتحكم هذه المعلمات بالتوزيع الاحتمالي وشكله. هنا تقريبا متماثل، ليس متماثل بالمئة، هنا تماثل 100%، هنا التواء إلى اليمين وهنا التواء إلى اليسار. القيمة المتوقعة والتباين لمتغير الحدين، القيمة المتوقعة والتباين لمتغير الحدين، يتميز متغير ذو الحدين بقيمة متوقعة expected، هي القيمة المتوقعة تساوي عدد التجارب في احتمال النجاح N في P. إذا القيمة المتوقعة هو عدد حاصل ضرب عدد التجارب في احتمال النجاح، والتباين سيجما سكوير للمتغير العشوائي X هو حاصل ضرب عدد التجارب في احتمال النجاح مضروب في احتمال الفشل NPQ. سنأتي على تفاصيل اشتقاقهما إن شاء الله في مقطع لاحق بإذن الله تعالى، المقطع القادم. شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن طريقة اشتقاق القيمة المتوقعة expected value وتباين متغير ذو الحدين binomial distribution. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.